التعليم حق، بس انت كمان لازم تبذل مجهود كبير علشان تقدر تحصل على هذا الحق. يعني لازم تذاكر كويس قوي علشان تعرف تخش الكلية اللي انت نفسك فيها والجامعة اللي انت نفسك فيها الى اخره. البعض يجي يقول لك طيب افرض مثلا الجامعات دي بفلوس ولا مصاريف ولا، اقول لك طب ما هو واحدة واحدة. على سبيل المثال انت دلوقتي عندك منظومة كبيرة جدا موجودة في مصر اسمها الجامعات الاهلية. الجامعات الاهلية دي بتدي لك نمط تعليم راقي جدا، نمط تعليم زي التعليم بتاع بلاد بره، وبيعملوا الشراكات بتاعتهم مع الجامعات بقى اللي موجودة في أمريكا، في كندا، في أوروبا، في اليابان، يعني وهكذا، في الصين زي ما هيطلع. جميل. في بعض الأولاد يجي يقول لك طب أنا ممكن يبقى معايا الدرجات بتاعتي تؤهلني، ينفع الجامعة توافق عليا، بس المشكلة في المصاريف. نقول له طيب اولا لازم افهمين حاجه، احنا زي ما قلنا لكم مع نتيجه الثانويه العامه كده، قلنا لكم يا جماعه احنا في الشركه المتحده في كل القنوات في كل البرامج هنحاول قدر الامكان ندلكم نشرح لكم نفهمكم الولاد يقدروا يعملوا ايه علشان يلتحقوا بالكليات وبالجامعات المختلفه. الجامعات المملوكه للدوله، الجامعات الحكوميه اللي هي عمليا يعتبر التعليم فيها مجاني تقريبا بالكامل، دي سهله. طيب الجامعات الأهلية هي أيضا منظمات غير هادفة للربح، كويس، مملوكة للدولة بالأساس غير هادفة للربح. طب المصاريف اللي بتدفع دي بتدفع علشان استمرارية العملية التعليمية بهذه الجودة والكفاءة إلخ إلخ إلخ. الشاطر اللي عاوز يخش الجامعة الأهلية بس الفلوس هتعجز معاه شوية، عادي بيحصل في كل حتة في الدنيا. فالجامعات بتعمل إيه؟ تيجي تقولك منحة. منحة؟ أيوة، جماعة الأجانب يقولك سكولرشيب، ماشي. جامعة الجلالة واحدة من الجامعات الأهلية، واحدة من أوليات الجامعات الأهلية لو حضراتكم تتذكروا، اتكلمنا عنها كتير يعني وصورنا فيها وما إلى ذلك. جامعة الجلالة بتعلن عن برنامج المنح الدراسية بتاعها. معانا على التليفون دكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية. أهلا يا دكتور. دكتور محمد الشناوي الخط قطع. طيب احنا لما هنتكلم مع دكتور محمد الشناوي، ثق عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، أولياء الأمور، أبنائي الطلبة الكرام، الطالبات الكريمات، هنشرح لحضراتكم مع دكتور محمد الشناوي المنحة الدراسية. وعايزك برضو تبقى فاهم حاجة، منحة دراسية دي أي منحة دراسية في أي حتة في الدنيا ليها شروط، لها شروط متعلقة بتفوقك الدراسي في الثانوية العامة، لها شروط في استمرارية المنحة. يعني مثلا حضرتك خدت المنحة ودخلت سنة أولى بتاع أي قسم وخستعت كده، المنحة طارت يا حلو، عاوز المنحة تكمل يبقى تكمل تفوق. دكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أهلا أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف وبالسادة المشاهدين، وبشكر حضرتك جدا على ان حضرتك بتتكلم في الموضوع ده. لا والله لا شكر على واجب، ده فعلا واجبي، ده واحد. اتنين، انا مؤمن جدا 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 باهمية وضرورة التعليم والتعليم الجامعي القصوى للارتقاء بالمجتمعات والشعوب. فحقيقة انا اللي سعيد ان حضرتك استقبلت مكالمتنا، وسعيد بانه كمان الجامعة هتقدم منح، ودي حاجة مهمة، انا احب المنح قد عينيا. لا وحيك كمان حيك اثرت حاجة مهمة جدا يا فندم. اتفضل يا فندم. حضرتك اثرت حاجه مهمه جدا يا فندم، وهي ان الجامعات الاهليه هي فعلا ده دورها، ان عندي اي حد يكون متفوق انا لازم اساعده واكون في ظهره. علشان كده احنا اعلنا فعلا عن المنح الموجوده في جامعه الجلاله، لان الطلبه احيانا بيتسالوا انا بجيب مجموع عالي، طب هل هقدر اخش الجامعه واقدر اكمل؟ فده فعلا عشان كده احنا اعلنا هذه المنح في الفتره دي. حلو جدا. ايه هو برنامج المنح السنه دي في جامعه الجلاله يا دكتور محمد؟ هقول لحضرتك، احنا اولا يا استاذ يوسف عندنا ال 300 طالب الاول على الدفعه، كل الشعب في الشعب الثانويه العامه بياخد منحه كامله. منحه كامله للدراسه في السنه الاولى. للدراسه في بس بشرط بقى. أيوة. لازم تحافظ على المعدل التراكمي بتاعك. صح. علشان تفضل مكمله معاك المنحه دي. جميل. اللي هي منحه التفوق. حلو قوي. طيب نفس الوقت حاجة، لو عندك في شعبة العلوم جايب أعلى من 92% بتاخد منحة ب 50%. ماشي. في شعبة الرياضة برضو بتاخد، لو جايب 90% بتاخد
50%، في شعبة الأدبي لو أعلى من 85% بتاخد 50%. جميل. ولكن ما وقفناش عند بس التفوق العلمي، التفوق الرياضي كمان مدينه منح. فلو واخد ميداليات في مسابقة من المسابقات الدولية، ميدالية ذهبية بتاخد 100%، فضية بتبقى 50 وبرونزية 25. وبرضو المسابقات العربية والأفريقية نفس الشيء، بندي 50% أو 25%. ما وقفناش عند كده، احنا كنا عاملين شراكة السنة دي، احنا بدينها بقالنا فترة، ولكن السنة دي أول سنة نبتدي البرامج دي مع جامعة أريزونا، وقلنا ان احنا نجيب تعليم عالمي على أرض مصر. فكان مهم جدا ان احنا برضو ندي منح لأولادنا اللي هيخشوا في هذه البرامج المشتركة مع جامعة أريزونا. عظيم جدا. يعني احنا الولد او البنت الطلبة بتوعنا اللي هيخشوا جامعة الجلالة وعاوزين يشتركوا او يبقوا جزء من برنامج التعاون مع اريزونا، هم كمان ليهم منح. طبعا فدينا منحة كاملة للعشرة الاوائل في الثانوية العامة من كل شعب، فعندي كده 30 منحة احنا موفرين. منحة كاملة 100%. 100% فعلا. طيب معلش انا علشان اصلا انا غاوي جامعات اصلي قوي، هوايتي اقعد اقرا عن الجامعات، والله بتكلم بجد، او من ضمن الهوايات، اصل الواحد لما بيعجز هواياته بتكتر ولا ايه؟ فالمنحه كامله هنا مقصود بيها المصروفات الدراسيه، ولا المصروفات الدراسيه زائد مثلا الاقامه في السكن الجامعي؟ احنا عاملينها المصروفات الدراسيه كامله. حلو ماشي كويس قوي، دي كاملة المصروفات الدراسية. ماشي عادل بما فيه الكفاية. بس ما وقفناش عند كده. قلنا اللي جايب مجموعة 90% في شعبة العلوم هياخد 35%. ولو جايب أكتر من 87% هياخد 25%. شعبة الرياضة 35% برضو لو جايب مجموعة 88، ولو جايب 85% هياخد 25%. شعبة الأدبية 35% لو 82 و25% 80%. وقررنا لتشجيع ان كل الطلبه يكون ده مفتوح قدامهم، ادينا كل الطلبه اللي هيخشوا البروجرام بتاع اريزونا السنه دي في الجلاله 20% منحه دراسيه. كويس جدا. طيب بس حضرتك المفروض تسالني سؤال بقى، ها تقول لي طب هو المبلغ كام اصلا؟ هقول لحضرتك اصلا هو بيدفع 20% من اللي كان هيدفعه لو سافر امريكا. 20% من اللي كان هيدفعه لو سافر امريكا؟ لا ما انا ممكن اسال السؤال اكثر غلاسه اذا سمحت لي، انهي حته في امريكا؟ يعني هيدفع 20% مثلا من بتوع ستانفورد وهارفارد، ولا 20% من بتوع نيويورك يونيفرسيتي، يعني انهي 20% فيهم؟ اريزونا ستيت يونيفرسيتي اللي احنا بنتكلم من بتوع اريزونا. ماشي اللي هو 20% من الجامعه اللي انا عامل معاها برنامج التعاون. بالظبط، يعني بنتكلم حيك من 40 ل 50 الف دولار لو حيك كنت سافرت تدفع تويشن فيز، ده السكن والاقامه والسفر، احنا تقريبا واصلين ل 20% من المبلغ. طيب وده برضو رائع جدا وعادل جدا. حضرتك برضو ادرى مني، المنح في النهايه خالص ليها ليميت، ليها حد. فانا النهارده علشان اقول انا عندي جامعه بتقدم منح دراسيه، انا هيجي لي ناس كتير جدا من كل حد من وصوب، هتبقى الأولوية لمين؟ أولا احنا متفقين ال 300 الأوائل الحاصلين على المراكز الأولى في الأقسام المختلفة، علم علوم وعلم رياضة وأدبي. مظبوط. يليهم كل اللي واخدين درجات اللي أنا قلتها هياخدوا المنح بتاعتهم. كلهم مهما كان العدد؟ مهما كان العدد. طيب هل الجامعة بتستهدف عدد سنوي من الطلاب؟ طبعا. أنا الحمد لله جامعة الجلالة حيك بقالها سنتين فقط، احنا وصلنا في أقل من سنتين تقريبا واصلين ل 3000 طالب. كويس جدا. في إجمالي التخصصات؟ في إجمالي التخصصات. طيب برضو أنا أخد بالي أنه الجامعات بتاعت بلاد بره تيجي تقول والله أنا كمان بستهدف انترناشنال ستودنتس أو الطلبة الدوليين، فهل إحنا برضو في الجلالة عندنا استهداف لطلبة من غير المصريين غير العرب وغير الأفارقة؟ ده هدف رئيسي لينا يا فندم، ده هدف رئيسي لينا. يعني غير العرب وغير الأفارقة والزيارات، احنا كان مثلا عندي زيارة من سفراء من دول أمريكا اللاتينية. حلو. 15 سفير. حيث لما عرفوا كل البرامج الحمد لله اللي بتتقدم في الجلالة والشراكات الدولية اللي احنا عملناها، أنا ابتدوا يفكروا، بس احنا فاتحين خط تواصل من خلال وزارة الخارجية ان ان شاء الله نستقطب طلبة من هذه الدول. كمان احنا بنتكلم ان الجلالة حاليا
جزء من تحالف لأكثر من 12 جامعة على مستوى العالم، ده هيوصل إن شاء الله ل 50 جامعة بأكثر من 1,000,000 طالب في خلال 5 سنوات، وهيحصل تبادل طلابي في خلال من خلال هذه الخمسين جامعة. طيب، يقولوا أحيانا كتير وأنا مؤمن بالفكرة إنه الأزمات تولد فرص. الأزمة طبعا اللي موجودة في أوروبا الشرقية تخلق فرصة عندنا، ودي حقيقة الحمد لله. يعني حقيقة أنا لسه النهاردة كنت يعني بشوف أعداد، أنا بتكلم الأول على الطلبة المصريين، الحمد لله إحنا معديين الرقم بتاع ولادنا اللي كانوا في بعض الدول الكثيرين وأكثرهم في أوروبا الشرقية طالبين تحويل من هذه الجامعات إلى جامعة الجلالة، والحمد لله الأعداد معدية أكثر من 250 طلب تحويل في خلال الفترة اللي فاتت. طيب، ده كلام جميل جدا، ده كده بالنسبة لأولادنا المصريين اللي عاوزين يرجعوا من جامعات أوروبا الشرقية ويدخلوا عندنا. ماذا عن الطلبة غير المصريين اللي في نفس ذات الجامعات وقد يكون أيضا من أبناء نفس ذات دول أوروبا الشرقية نتيجة التوتر قد يكون عنده تخوف وعاوز يجي؟ أنا أجزم أن التعليم عندنا أحلى وأقوى، أجزم. أنا أتفق مع حضرتك، وعلشان كده إحنا كمان عملنا يعني تواصلنا مع المكاتب الثقافية بتاعتنا في هذه الدول، والحمد لله ابتدينا نعمل دعاية جامدة جدا للجامعات الأهلية وخاصة جامعة الجلالة، بحيث ان احنا نحاول نستقطب من هؤلاء الطلبة. طيب، هيفضل حاجة أخيرة نفسي فيها، نفسي الجامعة عندنا مثلا في جامعة الجلالة، يعني طبعا نفسي ده يعمم في كل الجامعات الأهلية، جامعة الجلالة يعملوا بقى اختبار قدرات للمتقدم، يعني أنت متفوق في الثانوية العامة أو الشهادات المعدلة بجد؟ الله. طبعا حلو قوي. انا قبل ما اقول لحضرتك على الاختبارات القدرات، انا عايز اقول لحضرتك كمان ان احنا ما نسيناش اولادنا ذوي الهمم. جميل. جامعه الجلاله مقدمين لهم منح مع عده مؤسسات من مؤسسات المجتمع المدني ويقدروا يقدموا عليها علشان يكون ليهم البروجرامز المخصوص اللي هو برامج الدمج، ودي موجوده في جامعه الجلاله كواحده من اوائل الجامعات الاهليه. طيب، أنا هبص بنظرة مستقبلية، إمتى جامعة الجلالة هتبدأ عملية النشر العلمي مستقبلاً؟ مين اللي قال لحضرتك إن إحنا ما ابتديناش؟ إحنا بادئين من دي زيرو يا فندم، إحنا عندنا أكثر من 150 بحث طالعين باسم جامعة الجلالة، إلى جانب المشاركة في عدة مشاريع دولية ومحلية، وحصلنا على تمويل، وعندي ولادي النهاردة مسافرين لجنوب أفريقيا في 3 منهم، في 10 منهم مسافرين إنجلترا، لسه كان في حد موجود في امريكا، فاحنا اوريدي ابتدينا يا فندم. رائع 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 دكتور، تهانينا ونشكركم، وباذن الله ربنا يوفق خلال الاسابيع القادمه الى حين استقبال الطلاب داخل اروقه جامعه الجلاله، والى ان نلتقي جوه جامعه الجلاله ان شاء الله نيجي نقابل حضرتك، هيبقى لنا الشرف. كل الشكر دكتور محمد الشناوي القائم باعمال رئيس جامعه الجلاله الاهليه.